بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قناة مفتاح مستلزمات الحلويات. جيتكم اليوم بهذا الفيديو، هذا الفيديو الجديد اللي صارت لي مشكل اخوتي، صار لي مشكل كبير كبير في الكريم شانتي. الكريم شانتي هي اللي عليها العميدة، صار لي فيها مشكل ما طلعش، فيها المشاكل، فيها العياط. نهار طلعهم يعيطوا عليك، قال لك الكريم شانتي تاعك عيانة. ايبا واش هي؟ انا ما حتى على عيانه هذا المشكل. المشكل في النوعيه، المشكل راهو في النوعيه. قلت لكم كريم شانتي فيها نوعيات مختلفه، ما قادر طريقه التحضير مليحه من نوعيه عيانه، النوعيه اللي شريتها عيانه. هذا هو البروبليم، وهذا هو السؤال اللي راهم يقولوا عليه. شريت نوعيه عيانه ما طلعت ليش؟ هالك شوف مليح، شوف مليح، شوف مليح. حنا واش قلنا لكم؟ ارجعوا ديما 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 قناة مفتاح مستلزمات الحلويات، عندنا دي فيديو على الكريم شانتي، عندنا لي فيديو على الانواع تاع الكريم شانتي دي مليحه. وانتم درك دبروا راسكم، الحل لو عندكم انتم، خيروا وشريوا النوعيه اللي تخرج عليكم. هكذا يا اخي وصيناكم. ها قلت لكم، شدي قلت لكم، هاو هاي الكريم شانتي دي قلت لكم ديوها ديوها، ما تخافوش خلاص. هاي لك بدون منازع، ما نقعدوش نهضروا بزاف وما نقعدوش نفتيو على روحنا بزاف. الحاجة اللي مجربة قال لك تقصي المجرب وما تقصيش الطبيب، كما يقولوا حنايا عندنا حلمات اللي عندنا. هذه هي الكريم شانتي اللي تخدم بها براسك مرفوع بعينك مغمضين، خدمي. هذه النوعية كي نقول لك الكاليتي، سي الكاليتي. حنا يقول لك هي غاليه، مي غاليه ما والو، هذه المخيره فيهم كاع وما تلقى فيها حتى بروبليم. او قادر هاو تشريها وتشري تشري كاليتي، هاو تشري النوعيه، شري نوعيه تخدمي بها وطيشيها، تسمى تلقى روحك خاسره. ولا نخدمش بهذه خير، خدم بهذه وتخدم لك خدمه نظيفه ونقيه ومليحه وكلش. بدون اطاله، هذا هو الفيديو ديال اليوم، ما نقدر نهضروا بزاف ما والو. الاختيار ود نتوما تخيروا ونتوما. ودي قال لك دي يحوس على رخصو يطيش نصو، ولا كيف ما يقولوا المثل اللي عندنا حنا، المثل هذا. ما يحوسوا على النوعيه المليحه وخدم خدمه نظيفه وما تخافش نهائيا.